تحرص المستشفيات الحكومية على الاستمرار في تطوير وتقديم الخدمات الصحية ذات الجودة العالية للمواطنين والمقيمين، حيث حقق قسم الأشعة في مجمع السلمانية زيادة كبيرة في عدد الفحوصات بفضل السير على استراتيجية خاصة لتقليص فترات الانتظار. هذه الزيادة أتت إثر جهود كافة الكوادر الصحية في قسم الأشعة بمجمع السلمانية الطبي، والتي ساهمت بإخلاصها وعملها الجاد في خدمة عدد أكبر من المرضى وتقليص قوائم الانتظار. استراتيجية متكاملة لتقليص قوائم انتظار الخدمات الصحية تقدمها المستشفيات الحكومية عبر كافة مؤسساتها الصحية بهدف توفير رعاية صحية شاملة ومستدامة لجميع المواطنين والمقيمين. يسير عليها قسم الأشعة بمجمع السلمانية الطبي، حيث حقق القسم نجاحات متواصلة في زيادة عدد أرقام الفحوصات. الكوادر الصحية بقسم الأشعة بمجمع السلمانية الطبي أخذت الأرقام لتقفز بها إلى 26,000 خلال شهر أغسطس فقط، لتؤكد من خلال هذه الأرقام سيرها على استراتيجيات موضوعة ووفقا للمعايير الدولية. النجاح اللي وصل لقسم الأشعة في مجمع السلمانية الطبي اليوم بإنجاز هاي الأعداد الهائلة من مختلف أنواع تصاوير الأشعة هو نتيجة عمل دائم وجهود بذلت في آخر سنتين. المشروع بدأ في أكتوبر 2021 لما إدارة المستشفى مع إدارة القسم شافت أن في مشكلة كبيرة في تأخير مواعيد فحوصات المرضى للأشعة، فاجتمعنا إحنا مع إدارة المستشفى وحطينا خطة متكاملة للخطة تهدف لزيادة إنتاجية القسم وبالتالي تقليل قوائم الانتظار. إعادة جدولة المواعيد والتواصل مع المرضى للالتزام بالمواعيد المحددة لضمان الحصول على الخدمات الصحية في الوقت المناسب وعدم التأثير على الخطط العلاجية من الإجراءات التي مكنت قسم الأشعة من تفعيل كافة أقسامه لتلبية الرعاية الصحية وفق أفضل الأساليب وأكثرها كفاءة وفعالية. تم العمل على إعادة جدولة المواعيد بما يتناسب على مواعيد المرضى في العيادة الخارجية أو حاجة المريض. أيضا قمنا بإضافة قوائم إضافية في الأجهزة التالية كالرنين المغناطيسي، الأشعة المقطعية، الأشعة التلفزيونية والأشعة الماموغرام، والأعداد التي تم إنجازها هي تقريبا ضعف ما كان القسم قبل كان ينجزه القسم من قبل الخطة، ولا زال العمل جاري على تطوير الآلية ورفع الأعداد وتقليص فترة الانتظار. الهدف هو توفير أفضل خدمات للمرضى وذلك بتواجد طاقم طبي متميز على مدار الساعة، وكذلك توفير أجهزة متطورة وفتح وحدات جديدة تساعد في تشخيص وعلاج المرضى. هذا التطور انعكس بشكل مباشر على المرضى الذين عبروا بكل صدق عن التحول الملموس في هذا القسم الهام. طريقة العلاج والمعاملة والوجه الحسن اللي نشوفهم قدامنا ويضحكون لنا، وضع زوجتي مثلا لأن هي علشانها يعني هي بروحها مرتاحة. ليش؟ لأنكم أنتم مرتاحين، دولة مو مقصرة من أشعة من أطباء من العيون من يعني لين خبرة وياهم الآن من أحلى ما يكون. حتى الإدارة عندكم هنا إدارة المستشفى مو مقصرين أبدا. خطط مستمرة لإحداث نقلات نوعية في ملامح القطاع الصحي من قبل المستشفيات الحكومية تعكس حقيقة الجهود التي تبذلها الحكومة في سبيل تطوير الخدمات الصحية المقدمة وسعيها المتواصل لتطوير نظام صحي متكامل وشامل ومستدام لتحقيق العدالة وسهولة الوصول للخدمة والجودة. شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.